دير المعلقة أو ما يسميه أهل البلاد في منطقة عراق الأمير بقصر العبد هو واحد من مئات المواقع المقدسة في الأرض المباركة بالأردن، حيث يعود تاريخ هذا المكان الذي يعد موئلاً للمؤمنين الهاربين من الظلم إلى العصر الروماني والبيزنطي. نورسات زارت هذا المكان المقدس والمتميز عبر التاريخ وأعدت التقرير التالي. في الوادي الممتد من عراق الأمير والمنحدر باتجاه منطقة الكفرين في الغور الأوسط، فقد احتار العلماء والباحثون ورجال الدين في تفسير حقيقة هذا المكان المسمى بمعلقة الدير المؤلف من ثلاثة طوابق، حيث توجد فيه حوالي 2300 فتحة لتجميع وحفظ جماجم الرهبان لجعلها نصبا تذكاريا للمؤمنين على هذه الأرض. خبير الآثار والسياحة في الجامعة الهاشمية الدكتور محمد وهيب وصف لنا هذا المكان فقال: عراق الأمير هنا على الجزء الجنوبي من وادي عراق الأمير، حيث المياه المتدفقة والغطاء النباتي الأخضر بأشجاره المثمرة. في هذا المكان حيث المرتفع الصخري الشاهق الذي يرتفع لأكثر من 100 متر عن مستوى سطح المياه المتدفقة عبر هذا الوادي. هذا الوادي بقصصه ورهبانه ورجال الدين فيه، والذي يمتد نزولا حتى وادي الكفرين، هناك حيث وادي حسبان ورهبانه ومؤمنيه ليلتقيا معا مع وادي الخرار موقع العماد، هنالك حيث نشأت المسيحية. نعم، في هذا المكان هنا الذي يطلق عليه العامة والخاصة والكاتبين والباحثين اسم المعلقة، ويطلقون عليه أيضا اسم الدير، بل إن اسمه الحقيقي هو معلقة الدير. في هذا المكان المقطوع في الصخر الذي يتواجد هنا في هذا المحيط الديني الذي يرجع إلى العصر الروماني والعصر البيزنطي، هنا تواجدت نواة المؤمنين الأوائل، هنا عاش الرهبان الأوائل، هنا يتواجد كهف المسيح عليه السلام على بعد مئات الأمتار إلى الجنوب. في هذا المكان نشأت الحكايات الأولى والقصص والتاريخ، ونشأت الديانة المسيحية، وجاء الأنبياء والرسل إلى هذا المكان الذي كان يسمى بيرتا ويسمى بيرس ويسمى أيضا قصر العبد. في هذا المكان الذي لجأت إليه جموع المؤمنين الأوائل طلبا للطاعة وخشية لله لينشئوا النواة الأولى الديانة المسيحية. في هذا المكان الذي كان يعج بالرهبان في كل جوانب هذا الوادي، كان يسمع صدى ندائهم وصدى صلواتهم ودعائهم، تلهج قلوبهم بطلب الرحمة والمغفرة من الله سبحانه وتعالى في هذا المكان المبارك. نحن الآن في داخل هذا الكهف، في داخل هذا الدير، نحن في داخل المعلقة التي يصعب الوصول إليها بالطرق التقليدية. في هذا الكهف الذي لا تزيد مساحته على 50 متراً مربعاً نشاهد 3 طوابق، وهذه الطوابق الثلاث تحوي تلك الحنايا الصغيرة التي نشاهدها هنا، إنها فتحات مثلثة لا يتجاوز عمقها وارتفاعها وعرضها 22 سنتيمتراً، وهنالك أحجام مختلفة منها. لقد زارها عام 1881 كل من الرحالة مانتل وكوندر، وشاهدوا هذه البقايا في حالتها الأفضل، كما أن هذه الطوابق
كانت مسقوفة بالأخشاب من شجر البلوط الذي يعيش في محيط هذا الكهف، واستطاعوا وتمكنوا من أن يبلغوا الطابق الأول والطابق الثاني. ولقد تم دراسة إحصائية لعدد هذه الفتحات في هذه الجدران، فوجد أنها في هذا الكهف كله 2300 فتحة. إنه أمر غريب، إنه أمر متميز. نعم، لا يوجد شبيه لهذا الكهف لا في الأردن ولا في الشرق الأوسط ولا في العالم. لقد احتار العلماء في تفسير حقيقة هذا المكان وفي حقيقة هذه الفتحات التي شغلت بال كثير أيضا من رجال الدين. في هذه الجزئية كلها كان هدف البيزنطيين إنشاء مكتبة، بل إنشاء نصب تذكاري لكل جماجم هؤلاء الرهبان في هذا المكان. ومن وجهة نظره الخاصة كباحث أثري، يعتبر الدكتور محمد وهيب هذا الدير المعلق على حافة وادي عراق الأمير بأنه من أقدس الأماكن في الشرق الأوسط. ويبقى كهف المعلقة كهفا متميزا عبر التاريخ. نتائج التنقيبات الأثرية والمسوحات الميدانية والدراسات المخبرية تؤكد لنا أن هذا الكهف وما في جواره من كهوف أخرى إنما ترجع إلى القرن الثاني قبل الميلاد، أي العصر الهيلينستي، ثم استمرت ملجأ للهاربين والفارين من الظلم في المناطق المجاورة وإلى الجانب الغربي من نهر الأردن، حيث كانوا يلجؤون إلى الجانب الشرقي إلى هذه المنطقة التي كانت تسمى في ذلك العصر بيرتا، أي المكان الحصين. نعم، لجأ إليها المؤمنون الأوائل فارين من الظلم ومن الملاحقة التي كان يلاحقهم إياها الجنود الرومان، وجاءوا إلى هذه المنطقة، إلى كهوف عراق الأمير، إلى كهف المعلقة. لكن هذه الكهوف بلغت أوج عظمتها خلال العصر البيزنطي، أي بعد اعتراف الدولة البيزنطية بالديانة المسيحية، أي ما يعادل القرن الرابع الميلادي. نعم، فبدأت هذه الكهوف تشهد رهبانية كثيرة ورجالا مؤمنين يلجؤون إليها ويقيمون هنا، وبدأت الكنائس تظهر عبر هذا الوادي، وكان من بينها هذا الكهف، كهف المعلقة. هذا البحث العلمي يؤكد حقائق تاريخية من أن هذه الأرض أرض مباركة، أرض للمؤمنين الأوائل التي بارك الله فيها هذا المكان، فأصبحت هبة من الله لأرض المملكة الأردنية الهاشمية. دير المعلقة هو واحد من مئات المواقع المقدسة في الأرض المباركة التي وهبها الرب لبلاد الأردن.